صباح الخير لكل أوفياء الإذاعة القريبة منكم دائما. ماذا غادي يوم موعد جديد من برنامجكم صحة وسلامة. في موضوعنا اليوم غادي يكون عن النظام الغذائي الخاص بالناس المصابين بالكوليسترول. رفقة الأخصائية في التغذية فدوى بلوك هي فرصة كذلك باش نتعرفوا على الكوليسترول أكثر كمادة، بما أنه الدور ديالو كيكون مهم جدا في تكوين بعض خلايا الجسم. نعرفوا كذلك الدور ديال هذه المادة ونتعرفوا على بعض المواد الغذائية اللي يعني شائع كثير بين الناس أنها كتخفض المستوى ديال الكوليسترول في الدم، بحال الخرطال، بحال الفواكه الجافة، زيت البلدية أو زيت الزيتون. فهذه كلها مواد غذائية اللي غادي نعرفوا بالضبط الدور ديالها وعلاقتها أيضا بالكوليسترول. كذلك هي فرصة باش نذكركم المستمعين الكرام اللي بغاو يتواصلوا معنا، مرحبا بكل تساؤلاتكم إن شاء الله في الجزء الثاني خلال حلقة اليوم. نذكركم من الآن بأرقامنا الهاتفية هي 05-22-46-72-51 أو 52 أو 05-22-43-00-09 أو عن طريق الرقم الخاص برسائل SMS اللي هو 50-80. كيكفي أنكم تقوموا بكتابة كلمة صحة SAHA، تخليوا فراغ وتبعتوا بسؤال ديالكم إن شاء الله نجابوا عليه خلال الحلقة. ثم SMS هو 6 درهم مع احتساب الرسوم. غادي نبقوا اللحظة مع أولى اختياراتنا الغنائية نسمعها ورجع لكم، بقوا معنا. اليوم من برنامج صحة وسلامة كيف مشرنا اليوم موضوعنا غادي يكون عن النظام الغذائي الخاص بالناس المصابين بالكوليسترول. رفقة الأخصائية في التغذية فدوى بلوك كذلك لكل الناس اللي بغاو يطرحوا أي تساؤل حول موضوعنا اليوم، فأرقامنا الهاتفية راه إشارة دائما 05-22-46-50-51 أو 52 أو 05-22-43-00-09 أو عن طريق الرقم الخاص برسائل SMS اللي هو 50-80. كيكفي أنكم تقوموا بكتابة كلمة صحة تخليوا فراغ وتبعتوا بسؤال ديالكم إن شاء الله نجاوبوا عليه خلال الحلقة. كل تساؤلاتكم غادي نستقبلوها إن شاء الله في الجزء الثاني خلال حلقة اليوم. فغادي نمشيو مباشرة الأخصائية في التغذية فدوى بلوك هي معنا على الخط. صباح الخير وأهلا بك فدوى. صباح النور الأخت عفاف. أهلا وسهلا، عواشركم مبروكة. بارك الله فيك. إذن اليوم موضوعنا معك غادي يكون عن النظام الغذائي الخاص بالناس المصابين بالكوليسترول. فاحنا قبل ما غادي نتكلموا عليه كمشكل صحي، فبغيت فدوى اليوم نقربوا المستمعين الكرام من الكوليسترول كمادة والدور ديالها في الجسم ديال الإنسان. نعم، فالكوليسترول يعني هي مادة نقولوا من بين المكونات ديال الدم ديالنا في الجسم ديالنا، فهي أساسية وعندها بزاف ديال الوظائف. فهي كتشكل يعني لا ممبران سيلير يعني ديال الخلايا ديال الجسم ديالنا، كتشكل يعني مادة مهمة في لابو في الجلد ديالنا، كتحافظ عليها في الفونكسيون يعني ديال الأعضاء مثلا بحال الكبد بحال المرارة بحال يعني الانتستان بحال يعني بزاف الوظائف في الجسم ديالنا، وأيضا في الدماغ بالنسبة للنير يعني فهي كتحافظ على العمل ديال الدماغ ديالنا وكتنشطو أيضا. فهي ضرورية بالنسبة مثلا كتحافظ لنا على لا تمبيراتور يعني نقولوا الحرارة ديالنا. داكشي علاش كتكثر يعني لا كونسوماسيون ديال المواد الدهنية بزاف خاصة في فصل هكا الخريف أو الشتاء. فداكشي علاش كان الواحد ضروري يهتم بالنظام التغذية ديالو. فالجسم ديالنا كيطلب هاد المادة لأنه عارفة بأنه كتوفر ليه واحد الحرارة أو واحد ليبوتيرمي واحد لا ترمويانيز نقولو واحد يعني كتغيكولي لا تمبيراتور في الجسم ديالنا. ولكن مع الأساس الناس يعني كيبداو يتناولوا ديك المواد ما كيردوش البال، لأن هي الكوليسترول مادة مهمة ضروري خصنا نجيبو 300 ميلي جرام في اليوم ديال هاد المادة الكوليسترول، تكون يعني متنوعة من أغذية متنوعة. ولكن من فوا يعني كنفوتوا نسبة هاد 300 ميلي جرام فهنا فين كنوليو في مشكل ارتفاع نسبة الكوليسترول. لأنه باش نأكدوا أيضا على واحد الحاجة، أنه مثلا الناس اللي فايت ليهم دايرين تحاليل غيعرفوا بأنه فاش كنجيبوا ورقة التحاليل كنلقاو الكوليسترول HDL وكوليسترول LDL عاد لي تريغليسيريد داكوغ. دونك لو HDL هو اللي كنقولوا كوليسترول مزيان، لو LDL هو الكوليسترول اللي ماشي الدار. نعم، دونك هادو هي تسميات من عند الناس مشات عند العامة. علاش؟ لأنه الكوليسترول مادة وحدة ما كايناش فيها المزيان وماشي مزيان.
فالكوليسترول مادة اللي الفرق في هذا HDL و LDL هما اللي كيحملوا لي ترانسبورتور ديال هذه المادة في الدم، لان يعني عارفين ان الدم فيه مواد وفيه مثلا الماء وهذا، فمواد دنيا ما كيتلقاوش هما خصهم ضروري ان ترانسبورتور في الدم ديالنا، ما يمكنش يمشيو هكاك بوحدهم. الكوليسترول كي كيستعمل بروتينات اللي هما هاد الاش دي ال والال دي ال باش كي يعني لو ترانسبور ديالو في الدم ديالنا. فاون فوا كيكونوا هاد الاش دي ال صافي تي لانه الكبد تيفرض لنا واحد النسبه معينه ديال اش دي ال، اون فوا كيترانسبورتاو لنا هاد الاش دي ال كيترانسبورتاو لنا الكوليسترول من الخلايا كيدوزو للكبد، كيدوزو مثلا للمراره كتفرز عليه هذيك الماده ديالها كتديغرادي يعني كيستافد منو الجسم ديالنا، ومن بعد كيعطينا دي ديشي اللي كنحيدوهم خارج الجسم ديالنا. هنايا كنستافدو من الكوليسترول ديك 300 ملي غرام مثلا غنستافدو منها من ناحيه الحاجيات، غياخذوها على اش دي ال غيستافد منها لو كور ديالنا ومزيان. اون فوا كنزيدو على دوك 300 ملي غرام كيوليو يتفرزو واحد الهان لي ال دي ال، هاد لي ال دي ال اللي هما بروتينات كيتفرزو. اش كيديرو؟ ما كياخذوش الكوليسترول من الخلايا يجيو الكبد ويجيو مثلا الامعاء ديالنا ودوزو على المراره ويستافد منو الجسم، لان المراره هي اللي كتعطينا افراز ديال ديك الماده باش كتهرس لنا هذوك هاد المواد الدهنيه وكيستافد منها الجسم ديالنا. فاون فوا تياخذهم هذوك لي ال دي ال فما كيدوش هاد البروتين تاع هكا، كياخذهم الكوليسترول لي ال دي ال ياخذوا مثلا من الخلايا يدوزوا الكبد ويدوزوا ديريكتومون لي زارتير يعني الشرايين ديالنا. نعم. او كي في بعض لي زورغان ايضا مثلا كتلقى الانسان عنده مرض ديال القلب، فالقلب ديالو مغلف ليه كما كنقولوا بالشحمه، هنايا كيكون واحد تكتل ديال هذوك لي ال دي ال لهذاك الكوليسترول ديفو ديال لو ترونسبور ديال دوك لي ال دي ال، فياخذوهم تيتكتلوهم اما على واحد العضو اما في الشرايين ديالنا، وهنا فين كنجيو المشكل ديال ان مثلا الواحد كتلقاه مبوشيلو كما كنقولوا في الدارجه ديالنا، مبوشي ليا واحد العرق او عندي الشحمه في العروق او بحال هاد التسميات، فهنايا من تيجي المشكل ديال الكوليسترول او مشكل ديال يعني انه كيبوشي لينا واحد البلاصه او واحد العضو كيغلف لنا بالشحمه. هنايا اون فوا كتزاد لا كونسوماسيون او كيزاد الاستهلاك ديال نسبه الكوليسترول فوق من الحاجيات ديال الجسم ديالنا، فا اوتوماتيكمون ما عندوش فين يدير هذاك الشيء، فكيخليه كيخزنو فكيتكتل في لي زارتير او في الشرايين كيتكتل على الاعضاء ديال الجسم ديالنا، وهذا كيعطينا مشكل ايضا حتى في المراره مثلا. الناس يعني اللي تيكونوا محيدين المراره على ان هذا المنظر كنصحهم انهم يحيدوا على التسكية دهنيات، فالمراره هي اللي كتعاوننا انها كتهضم لنا الدهنيات بهذا المفهوم، يعني باش نفاسيليتيو على الناس المراره فيها ماده، المراره فيها اون بوشيت اللي هي كتحمل واحد لي سيلولير واحد المواد اللي كيفرزوهم هي والكبد بالتعاون مع الكبد، وكتعطينا اون فوا كناكلو شي حاجه دهنيه كتفرض لنا هي ديك الماده باش كنهضمو الدهنيات. داكوغ اون فوا ما تيكون عندنا يعني المراره ما كنقدروش ناخدو دهنيات حيت ما غاديش يتهضمو لينا كيعطيونا مشاكل صحيه، هذه من جهه. من جهه اخرى اون فوا كناخدو بزاف ديال الدهنيات فالمراره كتولي عليها اون سوغ شارج، فما كتقدرش انها توفي هذوك يعني الطلبات ديال الدهنيات بزاف انها تهضمهم كلهم، فكيولي عاوتاني سوغ شارج على الكبد. نعرفو الكبد عنده بزاف ديال لي فونكسيون في لو كوغ ديالنا، ما يقدرش يدير غير يتسبيسيفيا غير في هادشي ديال الدهنيات. هنا ايضا كيعانيو مشاكل، علاش كنطيحو في المشكل ديال مثلا جات عندي المراره او المراره تضرني او تعطيني صداع او ما كنهضمش الدهنيات او يعني بزاف ديال الاعراض، فهذا راجع ايضا الى هاد المشاكل الصحيه. الناس يعني يردوا البال بالنسبه لنسبه الكوليسترول لو اش دي ال ولي ان دي ال، ونهضروا على لي تريغليسيريد ايضا. لي تريغليسيريد فهي ماده دهنيه ولكن كترتفع بالنسبه للسكريات. الفوا كناخذ سكريات بسيطه، فهاد السكريات البسيطة اللي هي مثلا سكر أبيض، مثلا نقولوا عسل، ماشي العسل الحر، من العسل هكا مثلا العادي المصنع يعني فوالا المصنع، أو مواد صناعية، كل ما هو حلو بزاف، حلويات مثلا، لي كلاص، كل شيء، فهو كيتحول لنا في الجسم ديالنا. إلفا كنطلعوا النسبة ديال السكريات البسيطة بزاف كتحول لنا لي تريغليسيريد. فالناس دائما اللي عندهم مشكل ديال لي تريغليسيريد فكينقصوا
ينقصوا نسبة الدهنيات ونقصوا لنا أيضا نسبة التريغليسيريد. حيتاش هنا عاوتاني الكبد اللي كيعطينا هاد لا فونكسيون ديال أنه كيحول من مادة سكرية لمادة دهنية، كيعطينا أون سورشارج بزاف العمل بزاف ديال الكبد ديالنا، وهذا يعني كيعطينا مشاكل ديال الصحة اللي هي خطيرة. نعم. طيب فدوى بدينا كنشوفوا يعني الكثير من الناس كيقول لك انه عن طريق مثلا نظام غذائي اذا كان متوازن وصحي فممكن انه نخفضوا المستوى ديال الكوليسترول في الدم اذا كان مرتفع. فمثلا كاين الناس اللي شائع عندهم الا تكلمنا على الخرطال، كيقول لك انه الاستهلاك ديال الخرطال بشكل يومي ممكن يلعب هذا الدور، الفواكه الجافه كذلك، وحتى الزيت البلديه ولا زيت الزيتون. فكاخصائيين نتوما في التغذيه كيف كتشوفوا هذه المواد؟ واش فعلا كتلعب هذا الدور ولا فقط يعني هي مساله اللي شائعه يعني بين الناس ولكن ما عندها حتى شيء أساس من الصحة؟ لا، يعني بالنسبة للفواكه الجافة وزيت الزيتون فهذا صحيح. زيت الزيتون كنقولوا هي زيت ميراكل، لأنه هي مع العلم أنها مادة دهنية، ولكن فهي كتخفض نسبة السكر في الدم الجلسيني، وكتخفض أيضا نسبة الكوليسترول في الدم. إنه فيها مواد أو فيها الدهنيات اللي هما انساتوري، يعني الدهنيات اللي هما كنقولوا غير مشبعة. فهذوك الدهنيات كتعاوننا على أننا نهبطوا نسبة الدهنيات أون جينيرال في الجسم ديالنا، كتعاون على أننا نجيبوا لك لو ترونسبورتور ديال لي اتش دي ال يكونوا أكثر إفراز ديالهم بارابور لي ال دي ال. باش نشرح الناس على حسب الفكرة الأولى اللي قلنا، الفواكه الجافة أيضا فهي غنية بهاد الأسيد غران ساتوري اللي هما كيعاونوا أيضا على أننا نهبطوا نسبة الكوليسترول، ولكن عاوتاني لا كونسوماسيون أو الإستهلاك ديالهم خاصها تكون يعني بقانون. فماشي مثلا غنعرفوا بان زيت الزيتون كتهبط نسبه الكوليسترول، فغنبقاو ناخذوا منها مثلا واحد من كميه كبيره في النهار، وما ناخذوش مثلا اطعمه اخرى. فهي كتعاون على تخفيض نسبه الكوليسترول، زائد اننا مثلا نديروا شويه لاكتيفيتي او سبور اللي هو يكون ريغولي، اننا نقصوا من المواد اللي هما فيهم دهنيات مشبعه، بحال مثلا كل ما هو زبده، كل ما هو حليب انتيي، كل ما هو مثلا فروماج ترو غرا، كل ما هو مثلا يعني لي بلا يكونوا مطيبين بزيت فيجيتال، لي فريتور يعني الحاجات المقليه بالزيت، فهي ممنوعه منعا كليا بالنسبه للناس اللي هما عندهم مشكل ديال الكوليسترول. يعني نقصوا من هذه المواد اللي كتكون دهنيه على المزاج، ونقدروا ناخذوا قلنا هاد الوليد مثلا في الصباح الفطور ناخذوا الياف غذائيه. كل ما خدنا الياف غذائيه اكثر كل ما كيكون كنخفضوا نسبه الكوليسترول في الدم. دونك ناخذوا دائما حبوب، كنأكد دائما على الالياف الغذائيه، فهي عندها بزاف ديال الفوائد، وكتهبط لنا او كتغيغليزي لنا بزاف ديال الحاجات اللي كيكونوا طالعين في الجسم ديالنا. فكتعاون ايضا على النقصان في الوزن، الناس اللي عندهم مثلا كوليسترول زايد في الوزن كياكلوا بزاف الالياف الغذائيه، اللي كنلقاو يعني في الحبوب الكامله، كنلقاو يعني في الخضر والفواكه بكثره. نعرفوا الفواكه ايضا، بغيت ناكد من بين الفواكه فنختاروا اللي هي تركيا اغرام ريش او فيتامين سي، يعني اللي الحاجه اللي فيها الفيتامين سي كثيره، هي كتعاوننا على اننا على دي واحد بزاف ديال لي بروسيدي كيوقعوا داخل الجسم ديالنا، كيعاوننا على اننا نهبطوا نسبه الكوليسترول ونقصوا في الوزن. فلي زاغرين كل ما هو جو دوغون، جو دو سيترون باغ اكزومبل، جو دو بامبلوموس مثلا، واخا البامبلوموس ما ناخذوش الا كنا كناخذوا شي دواء او مثلا متبعين ان تريتمون ما ناخذوش شي بامبلوموس. نهضر على لي فخيز، ايضا فهي كتعاون على اننا نقصوا بالنسبه للكوليسترول ونقصوا في الوزن ايضا. فكل ما قلنا ناكلوا دي فخيز، وفين دي فخيز يكونوا فخيش مي يكونوا يعني سورجيلي، ولا دابا ماشي الموسم ديالهم، فنحاولوا ناخذوهم فاش يكون الموسم ديالهم. لي فرومبواز اوسي تاهما تيعاونوا على اننا نقصوا في الوزن. الكيوي، وعاد بالنسبه للخضر لي شو فهما غنيين، القوق ايضا غني بفيتامين سي وغني بالالياف ايضا، فهو كيحاول ينقصوا من نسبه الكوليسترول. فالناس كنصح بها بزاف الناس الفوق، يعني الناس اللي عندهم نسبه الكوليسترول كيحاولوا دائما يعني يطلقوا شويه للفوق وياكلوا يعني يعني الطريقه لانه غيبقاو ياخذوا وحده بوحده، عرفت كيفاش؟ إذا كان مسلوق يعني ما ياخذوش ما يقطعوش قبل ما يسلقوه، يسلقوه كله وأبخي ياكلوه يعني مسلوق. فبحال هاد الأطعمة اللي هما مهمين، وأيضا
كاين الاعشاب اللي بحال مثلا الزعتر نحاولوا نقولوا باش نديروا اتاي. اتاي ايضا للتيفير فهو كيعاون بزاف لاننا نقصوا من نسبه الكوليسترول من نسبه السكر على انه هو اونتي اوكسيدون يعني فيه بزاف ديال الفوائد مضاد للاكسده ولكن بدون سكر. اذا غنديروا مثلا غنحليوه بشويه العسل طبيعي او بحال هكا واخا. اذا غنديروا سكر ابيض ايضا ونديروا معاه بالنسبه للكوليسترول او بالنسبه للسكر فسيغاري نقول ما غايلق الوالو لانه الا بغينا نستافدوا فريمون من القيمه الغذائيه ديال الحاجه الطبيعيه فما نخلطوهاش مع الحاجه الصناعيه. دونك اتاي فهو مفيد بزاف. نحاول نزيدو الناس القدام نحاول نرجعو شويه للنظام الغذائي القديم ديال المغاربه القدامى كانوا فيه بزاف الحرف اللي هما مفيدين للجسم ديالنا واللي ما كانوش هما اللي كانوا كيبقيونا باننا كيعرج عندنا هاد الامراض ديال دابا الكوليسترول مثلا ومرض السكري ولي كونسير وكيتيرا فما كانوش يديروا هادشي علاش لانه كانوا كيستهلكوا هاد المواد. فدائما اتاي عندنا اتاي مثلا غنديرو فيه مثلا شويه اتاي نضيفو فيه شويه الزعتر نضيفو فيه مثلا الا بغينا نديرو شويه الاوراق ديال النعناع فنحاولو نبدلو عاوتاني مثلا البنات كيعرفو يعني الاعشاب المفيده وخاصة الزعتر انا كنأكد الزعتر فهو كيعاون على الهضم وكيعاون على نقص نسبة الكوليسترول في الدم ديالنا. واتاي بيان سور ناخدوه دائما او بكثرة مي يكون محلى طبيعية. تبارك الله عليك فدوى طيبه. انا مازال غنرجع لك ان شاء الله وغادي نستقبلوا كذلك اسئلتكم المستمعين الكرام عن طريق ارقامنا اللي هي 05 22 47 50 51 او 52 او 05 22 43 00 00 والا عن طريق رقم 50 80. غادي نبقاو مع فاصل ودائما نعود لنواصل. خذ راحتك مع ميديتان واستفد من نصائح صحه وسلامه. ميديتان ديما راحتك. الكوليسترول مكون أساسي من مكونات خلايا الجسم ديال الإنسان، لذلك فالدور ديالو كبير جدا. والإنسان البالغ في احتياجاته اليومية فهو كيخصو 300 ميلي جرام في اليوم، ولكن بشرط أنها تكون من مصادر اللي هي مختلفة ومتنوعة. كذلك هنا الحديث مع الأخصائية في التغذية فدوى بلو كان على الHDL والLDL، فقالت بأنهم هما ما هما إلا بروتينات اللي كتلعب دور نقل مادة الكوليسترول باش كيتوزعوا في خلايا الجسم بحال الجلد في خلايا الدماغ وحتى الأعصاب. وفي حال كانت الإصابة بارتفاع الكوليسترول في الدم فالنظام الغذائي لازم طبعا يكون نظام اللي هو صحي ومتوازن، لازم يكون غني بالألياف واللي هي موجودة في الحبوب الكاملة في الخضر وفي الفواكه، وكذلك نحرص على تناول الفواكه اللي هي غنية بفيتامين سي. ناخدو زيت زيتون أو الزيت البلدية نحرص على أنها تكون حاضرة كذلك في نظامنا الغذائي خصوصا في الوجبة ديال الصباح أو للوجبة ديال الفطور، ولكن بكمية اللي تكون معقلنة. ما نساوش الشاي الأخضر كيف ما شرط، فحنا كنعرفوا الدور المهم ديالو بحيث أنه كيلعب دور مهم جدا كمضاد للأكسدة، ولكن بشرط أنه يكون بدون سكر السكر الأبيض. فهنا ممكن يعني الناس اللي ما كيتحملوش مثلا المذاق ديال الاشياء اللي هي مسوسه فممكن عوض السكر نعوضوه واحد الكميه قليله ديال العسل الطبيعي، وممكن كذلك نضيفوا عليه الزعتر يعني نسموه بالزعتر فايضا عنده دور اللي هو مهم جدا. وما نساوش تفادي كل المقليات، كل الوجبات اللي احنا كان نحضروها عن طريق القلي، فبالنسبة للناس المصابين بارتفاع في الكوليسترول على مستوى الدم فلازم أنهم يتفادوها. كانت هذه نصيحة اليوم. ورجعنا دائما على ماد غاديو الإذاعة القريبة منكم باش نوصلوا حلقة اليوم من برنامجكم صحة وسلامة. فمرحبا بكل تساؤلاتكم 05 22 46 52 51 أو 05 22 43 00 00 إلى عن طريق الرقم 50 80. فاحنا غادي نرجعوا باش ناخدوا الأخصائية في التغذية دائما معنا فدوى بلوك. وهذا المرة قبل ما غادي ناخدوا أول مكالمة هاتفية معنا وأول متصل أو متصلة معنا هذا الصباح. فسؤالي لك هذه المرة فدوى فيما يخص الخرطال، فشرنا قلنا لأنه كذلك من بين المواد اللي هي شائعة عند الناس اللي هما مصابين بارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، الخرطال كذلك شنو الدور دياله في المسألة؟ فالخرطال هو من ناحية الأعشاب، فالأعشاب يعني ما تلقاوش يعني دي ليتود اللي هما نقولوا 100% كتبين الفوائد ديال في الأعشاب، ما تلقاو عندها بزاف ديال الفوائد. ففعلا
مذكور أنه يعني في الأبحاث أنه كيساعد على تخفيض نسبة الكوليسترول في الدم، ولكنه كيساعد أيضا على أنه بزاف ديال الوظائف. هو غني مثلا بليتانا أو بعض المواد اللي هما بحال الكافيين اللي كنقاوم أيضا في الشاي أو مثلا في بعض الفواكه، فهما أيضا غنيين كنقولوا كيبيج هذاك الكوليسترول وكينقصوا اوتوماتيكمون من نسبة ديالو في الدم ديالنا. نعم، شنو أحسن طريقة الاستهلاك ديالو هنا في الدواء؟ نعم، فنورمالمون كيديروه انفيزيا يعني كمشروب؟ فوالا كمشروب، فكنديروه يعني في الماء وكنخليوه يعني واحد المدة ومن بعد كنحيدوه وكنشربوه هذاك الماء يكون يعني دافي ديال، مي بيان سور ما نزيدوش عليه لا سكر ولا نحلو ونحلو يعني بعسل طبيعي. نعم، وكاين ايضا بعض الناس في الدول اللي كياخذوا الخرطال وكيطحنوه بطبيعه الحال وكيستعملوا داك المسحوق ديالو مع الياغورت مع كاس ديال الياغورت، هذه المساله واش صحيه ولا لا؟ فهو الخرطال غني بالالياف الغذائيه وهو كيعاوننا ايضا على اننا نقصوا في الوزن. فالناس اللي كياخذوا مثلا مع الياغورت فهو سواء كيقدر يديروا انفيزيون سواء كيقليوه مثلا وكياخذوه هكا سوفور بحال كورن فليكس هكا، او مثلا كنزيدوه في الياغورت كنكونوا ديجا طلقناه فطلقناه و كنصفيوه وكنعاودو مثلا نخليوه في ان بواط تيمشي بشويه ونعاودو نقليوه شويه نحمروه نديروه في الياغورت فكيجي يعني بحال لي كورن فليكس نقولو. فهنايا بوكو ميو كورن فليكس طبيعي كناخدو كورن فليكس اللي هو هذا، ولكن الخرطال فهو مهم بزاف وكنلقاوه يعني دابا بزاف يعني في بعض مثلا لي بيسكوي اللي هما كيكونوا جيت او بعض المواد اللي هما مثلا كيكونوا في هاد لي غيان ديال لا جيت، فهما كنلقاو دي بيسكوي اباز دو مثلا دافوان في هاد الخرطال او مثلا المواد اللي هو مصنعة بهذا الخرطال. فهي مزيان الناس اللي يقدروا مثلا يزيدوا في الخبز أو يقدروا يديروا في مثلا في ليكاتو ديال هذا، فهو غيكون يعني أحسن. فهو مزيان كينخفض نسبة الكوليسترول نسبة السكر وأيضا كيساعد على فقدان الوزن. نعم، نمشيو ناخذوا أول مكالمة معنا على الخط، ناخذوا علي معنا من مدينة أسفي. مرحبا بك علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. صباح الخير أستاذة. أهلا وسهلا، صباح النور. بارك الله فيك، تحية لك أستاذة الكريمة، تحية للدكتورة فدوى، تحية للطاقم التقني وجميع المستمعين الأوفياء ديال إذاعة ميد راديو. شكرا لك علي، مرحبا. بارك الله فيك. أنا أختك أستاذة، أنا ما عرفش باش غنبدا، أنا الموضوع يعني كيخصني أنا شخصيا. مرحبا. أنا كنعاني من هذا المشكل ديال يعني بعد دكتورة. صباح الخير. صباح النور. الله يجزيك بالخير. انا تعرضت مؤخرا على مختص في التغذيه ونظرا للظروف العمليه ودكشي وعامل الوقت باقي ما تاحش ليا فرصه باش نمشي نزور شي مختص في التغذيه. انا كنوزن من كنعاني شويه من الوزن، يعني كنوزن تقريبا 114 حتى 15 كيلو. يعني الطول 1.90 متر، اجي دو 42 يعني عندي اشكال يعني في الجلوس، كان جلس تقريبا 3 سوايع يعني كنولي عندي مشكل في الظهر ومشكل في الركبه. كذلك انا بقيت واقف ثاني اكثر من 3 سوايع نفس المشكل اللي كنعاني منه. ربما كان عندي يعني ما عرفتش انا واش الكوليسترول عنده علاقه بي يعني بالمصرى الكبير ولا لا. يعني في المده الاخيره عملت واحد الكونترول عند واحد الطبيب ودرت واحد راديو سكانير. والحمد لله قال لي عندك لينير وعندك يعني حتى عندك شي حاجه الكوليسترول وواحد مجموعه ديال الامراض، ولكن الحمد لله سديتها. المشكل اللي كنعاني استاذه، مادمتي اختصاص ديالك في التغذيه، كاين شي نصيحه في هاد القضيه؟ دابا انت علي الغرض ديالك انك الوزن ديالك ينقص تماما. نعم نعم، غير عطينا علي رجاء ان عطينا فكره على النظام الغذائي ديالك طيله النهار. الصباح شنو كتاخذ في الغداء شنو كتاخذ؟ هذه نقطة مهمة كنت بغيت نشير لك وغفلتها. مرحبا. هو أنا كناكل 3 فوا بار جور، يعني عندي الغداء يعني الأكل منظم طور غداء عشان ما كناكلش يعني من غير هذه الأوقات هذو. غير فقط أنا مفرط جدا في الأكل، يعني خصوص في الغداء والعشاء. يعني كناكل. نعم علي. علي للأسف انقطع مع الاتصال، ولكن طبيعة الحال إن شاء الله غادي نجاوبوك في الحلقة ديال اليوم. نمشيو ناخذ نسرين معنا من مدينة أكادير. مرحبا بك نسرين.
الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يخليك تشكركم بزاف على هذا البرنامج. انا فرحانه لانني اول مره تقفت لي الخط. الحمد لله. مرحبا بك نسرين. دائما نحاول في كاع البرامج ديالكم. تشكروا الاذاعه. شكرا. تشكروا الدكتوره فدوى. مرحبا تفضلي. الله يخليك. بغيت واحد جوج نصائح. لان اولا راجلي تو عنده كوليسترول وعنده السكري. ما تاخد غير فانيد ماشي انسولين. دونك غير كتعطي نصيحه في نظام التغذيه وهذا. وانا عندي الوزن الحمد لله كوليسترول كنت درت لي زاناليز بون قبل ما نولد خمرة في جانفي 2013 كان ما كانش عندي. مي الله علم انا شوي انيميك. مي عندي شويه الوزن بغيت زعما نهبطو من بعد ما ولدت وهذا. غير كتعطي نصيحه. عطينا نسرين نسرين عطينا فكره على الوزن ديالك شحال. انا الوزن ديالي عندي 90 بوغ مترو 65. نعم. وشنو النوع ديال الفقر الدم اللي كتعاني منه؟ والله اعلم شنو هو النوع. مي جو سيك عندي في لي كلوب اللي كنعرفوا انه فيه حتى هو فيه انواع. فيه نقص في الحديد. فيه نقص في نقص الحديد لان ميم لاناليز ديال لوفير لوجيكمون ناقصين. كانت لا نورم انتر 20 شي حاجه. انا عندي انا عندي نقص بزاف وعندي 8 في لي كلوبول. يعني فريمون كان عندي نقص بزاف لان اصلا من بعد ما ولدت جاتني هيموراجي بعد الولاده. ويعني كيف داروا لي ترانسفيزيون ودوبوي جوي انيميك. واضح ان شاء الله نجاوبوا. كان يسري في الحلقه ديال اليوم. تحيه لكل الناس ديال اكادير. تشكركم بزاف وصباحكم مبروك. علينا وعليك ان شاء الله. شكرا لك. نمشوا هذه المره لمدينه مراكش وناخذوا ام لبنى. صباح الخير ام لبنى. صباح الخير لله. اهلا وسهلا. شكرا كنشكركم على هذا البرنامج. شكرا لك ام لبنى. قلت لك الله يخليك بنهضر مع الدكتوره بنسول. انايا كنت عندي زياده في الوزن. نعم. قلت لك داك النهار ومشيت طيح لي طونسي وكان ندوز عند الطبيب وكيحيد لي المقليات يحيد لي اتاي قهوه الشحمه كاع الحاجه اللي فيها الدهون. قال لي ما تاخذيهاش. ما فهمتش علاش حين قال لي وعندك الشحمه وما زعما ما عنديش لا كوليسترول. عندي لا كوليسترول لا حتى شي حاجه. شنو قال لك الشحمه؟ شنو المشكل؟ واش عندك في القلب ولا في الشرايين ولا فين؟ لا انا الا خديت اتاي كتجيني الدقه ديال القلب ديالي كيضربوا بزاف. اتاي وقهوه كحله الا خديتهم كيجيني الدقه ديال القلب ديالي بزاف وكنتعصب. والا خديت شي درت هذا الريجيم اللي قال لي الطبيب كنولي بخير مزيانه. وطيب انت شنو المشكله ام لبنيك؟ الصحه ديالك هي المهمه. علاش ما تبعيش نصيحه ديال الطبيب؟ ضروري اتاي والقهوه. لا ما ضروريينش ولكن الا حيت هذاك الشيء كنولي بخير. وكناخذ مع الصباح الماء سخون وشويه ديال شي جوج معالق ولا ثلاثه هكا ديال عصير الحمض مع الماء سخون. واش ما عندهمش حتى شي تاثير عليا؟ كتاخذي كاس ديال الماء سخون. اييه. شويه ديال الحمض مع عصير الحامض. اييه. نعم. وكتشربيهم كل صباح؟ كل صباح كناخذهم قبل ما نفطر. وشنو غرضك بهم ام لبنى؟ واش يساعدوك انك تنقصي الوزن؟ قالوا لي تينقص تيحرقوا شويه الدهون. هذاك الشيء علاش. نعم. انا عندي 92 كيلو. 92 وشحال في الطول؟ الطول ما غاديش نتعدى الا كثرت كاع شي متر و53. نعم. طبعا ان شاء الله نجاوبوك خلال الحلقه اليوم ام لبنى. غير خليك معنا في الاستماع. طيب حنا غادي ناخذوا فاطمه معنا من مدينه فاس وان شاء الله راجعين باش نجاوبوا على كل الاسئله ديال المستمعين الكرام اللي تواصلوا معنا خلال الحلقه. مرحبا بك فاطمه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بكم. مرحبا بيا عندكم. كنشكركم على هذا البرنامج. مرحبا بك. الله يخليك. انا كنت كان سبق لي الخميس اللي دازت طرحت واحد التساؤل ولكن ما جاوبتونيش. كنعاتبكم. شنو كان السؤال ديالك فاطمه؟ ما يمكنش ما نجاوبك. شنو كان سؤالك؟ لان كنت كان قلت لكم انا عندي راجلي عنده لاغوت وما عرفتش شنو النظام الغذائي يتاخذ ياخذ ودابا عنده نيت عنده شويه الكوليسترول مع لاغوت. واش نفس الريجيم اللي غيدير الكوليسترول ولا غيدير؟ لان كاين اللي كيقول له ما تاكلش اللحوم حمراء. كل مثلا دجاج كاين اللي كيقول لك لا الدجاج فيه الكوليسترول. الزيت البلديه بحال الكوليسترول مزيانه ولكن لاغوت كيقولوا لنا نقصوا منها شويه. وانا عندي مشكل ثاني الوزن. بغيت شي ريجيم اللي يطيح لي عندي مشكل ديال الكرش وديال الفخاد. نعم. والوزن ديالك كله شحال الوزن ديالك فاطمه؟ 90 هكاك. ما بقيتش نقد نعبر راسي في الميزان لانني كنزيد شويه وكناكل ثلاثه ديال الوجبات عاديين. ما عندي مشكله ديال الركبه. كنت هاد الايام ديك العصبات حلات لي ومع بالكلاس ما كنتحركش بزاف شويه زدت في الوزن. نعم. وبغيت الله يخليك كنركز على واش المشكل ديال لاغوت شنو هي النظام الغذائي يمشي مع الكوليسترول ولاغوت. نعم واضح وان شاء الله نجاوبوك لاله فاطمه. غير خليك معنا في الاستماع. فشكرا لكل المستمعين الكرام اللي دائما كيحرصوا على انهم يتواصلوا معنا في برنامج صحه وسلامه. غادي نبقاو لحظه مع فاصل اعلاني وراجعين باش نجاوبوا كل المستمعين الكرام. رفقه الاخصائيه في التغذيه فدوى بلوك خليكم معنا.
انا باشكون صحه وسلامه ودائما رفقه الاخصائيه التغذيه فدوى بلوك. طيب فدوى غادي نمشيو هاد المره باش نجاوبوا اول مستمع اللي كان معنا اللي هو علي من مدينه اسفي. فكيف ما شفنا طبعا علي عنده مشكل في الوزن لانه زايد بزاف ويمكن مؤخرا بدا كيطرح له مشكل. قال عنده مشكل على مستوى الركبه ديالو الا بقى واقف بزاف او لا جالس بزاف، وبدا عنده حتى مشكل على مستوى الظهر ديالو. فباش نقدروا نصحوا علي هنا فدوى؟ نعم، فمعروف بان مرض السمنه، فالسمنه نقولها مرض لانه عربي الناس ما كيبغيوش يسمعوا بحال الهضره، ولكن السمنه فهي مرض ومرض خطير لانه كيجبد بزاف ديال الحاجات معاه، فهو كيجبد يعني مشاكل ديال المفاصل، مشكل ديال الظهر، مشكل ديال الكوليسترول، مشكل ديال مرض السكري، فيعني بزاف ديال المشاكل كتقدر تمشي حتى الكونسير الله يحفظ. ف بيسكو هو تبع يعني أو حاول يتبع مع الأخصائي، فيحاول أنه يدير شوية الكوغاج عاو تاني يمشي منه أو يشوف أخصائي آخر إذا ما عجبوش أو يعني يقلب على اللي يعاونه، لأنه يمكن شي يفقد الوزن بوحدو. وعاو تاني أيضا يعني يمارس الرياضة، فالرياضة هي أول نقولوا أول بيليه أو أول باز اللي يقدر يتباز عليها باش ينقص الوزن، فهو الرياضة. وكما الرياضة دي تكون ريجولية يعني ما يوقفهاش. نعم، تكون منتظمة. نعم منتظمة ومدة طويلة، وأمها واحد ساعة من ساعة كونتينيو، يعني ماشي يدير ساعة فيها ساعة ويقطع ساعة، لا، فمن الساعة الأولى كيكون تم حرق السكريات، فإلا بغى يحرق الدهنيات فمن الساعة الثانية خاصو يدير ساعة أمها أو ساعة ونص ديال الرياضة اللي تكون كونتينيو. وبيان سور نظام غذائي راه باين بأنه ينقص يعني من كل ما هو سكريات كل ما هو دهنيات، دونك ينقص من الألياف، يزيد من الألياف الغذائية، يعني مع يعني فنظام غذائي هو صعيب انني نعطيه هكا، وباغ لانه كل واحد نورمالمون تيخصو واحد النظام اللي خاص هو خاص به. نعم، فما نقدرش نعطي فهادو هي لي غروند لين نقولو نصائح عامه اللي يقدر الواحد يتبعها، ولكن ضروري الواحد اللي عنده مشكل الوزن ضروري يشوف اخصائي فاش يعطي نظام ديالو خاص به على حساب عاوتاني تحاليل طبيه كنحتاجو على حساب يعني بزاف. خصني نعرف هو واش مثلا السمنه عنده وراثي او كاين فيها عامل وراثي او ما كاينش او كاين عامل مرضي او بزاف ديال العوامل. نعم، اذا مع الوزن ديالك عالي هنا كنصحوك ضروري انك تشوف الاخصائي اللي هو في التغذيه، اما الاخصائي اللي انت كنت شفتيه من قبل وتتبع معاه بالشكل اللي هو غيكون منتظم ويشوف النظام الغذائي ديالك ديال كل يوم طبيعه الحال وديال كل اسبوع مع تمارين رياضيه اللي كتكون مناسبه للحاله الصحيه ديالك. وهكذا الوزن ديالك بوحدك هكذا انك تفكر انك تطيح الوزن او الكيلوات اللي هما زايدين بوحدك فراه ما يمكنش، ضروري لازم تكون تحت اشراف ديال الاخصائي. غادي نشوف باش نجاوبوا نسرين هاد المره. نسرين كان سؤال ديالها فدوى فيما يخص الزوج ديالها، عنده مشكل ديال الكوليسترول مع داء السكري، فكتسول على النظام الغذائي اللي غادي يتماشى مع هاد زوج ديال المشاكل الصحيه. فوالا، دونك الكوليسترول فحنا هضرنا بانه خصنا نقصوا من نسبه الدهون، خصنا نقصوا من البقليات الزايده، هاد البقليات الزايده خصها تنقص عند السكري، وعند انه اللي عنده سكري اوتوماتيكمون تيولي عنده مرض الكوليسترول. حيت قلنا بانه السكريات البسيطه خاصه عنده سكري لو تيب 2 لو ديابيت دو تيب 2 واللي هي فعلا ديال الراجل ديالها اللي كياخذو الفانيل كياخذ الكيلو. نعم فوالا، فهما معرضين بزاف لهاد المشاكل يعني ديال الكوليسترول، فكيولي عندهم ايضا مشاكل ديال الامعاء وكيتكبر عندهم يعني الكرش، وكيبان عندهم واحد لوبيزيتي فاسيو ترونكولير نقولو، فكيغلاضو مثلا او كيولي عندهم زياده في الوزن، وخاصه كتبان في الوجه ديالهم في ديالهم وفي الكرش ديالهم في القدام ديالهم. فهذا ضروري او طبيعي عند الناس اللي عندهم سكري، ولكن إذا بغينا نتفاداو فنحاول نقصو من نسبة من الدهون، نقصو من السكريات البطيئة اللي هي كتعطينا الترغليسيريد الإكيليبغي ولا كيسيني. إلا كان عندنا نسبة السكر في الدم اللي هي إكيليبغي يعني ما طالعاش ما هابطاش، فأوتوماتيكمون تتصاوب معاها الكوليسترول. إلا طلعت عندنا نسبة السكر في الدم ففي الغاست تاع السكريات فكيتحولو للترغليسيريد، وكيطلع أيضا كتولي يعني أي حاجة دهنية كليناها فكنديرو منها دي ريزيرف وكنطلعو نسبة الكوليسترول. دونك يحاول ينقص مما هو مثلا لحوم مثلا دجاج، حاجة اللي فيها السكريات كاشي اللي هما مثلا ما كيبانوش باردون دهنيات كاشي، ينقص يعني ضروري شوية لامارش يعني لامارش ولا لاكتيفيتي ضروري أو موا واحد نص ساعة أو ساعة لاروب في اليوم.
او نديرو ساعه المرات او نهارين هلا، فهذه ضروري تاع الاكتيفيتي شويه، ولكن يبعد على كل ما هو نقليات، كل ما هو دهني، كل ما هو سكريات غابيل او سريعه، ويزيد من نسبه استهلاك الزيتون، فهي كتنقص السكر، كتنقص لاغليسيمي زائد الكوليسترول، فهي كتعاون بزاف. الاتاي تاعو ياخذ دائما دائما دائما، اما في الوجبات او خارج الوجبات، بيان سور ياغورت ومثلا الحليب والفخوماج، يعني هاد المشقات الحليب ياخذهم لايت. نعم، الخاص بالناس اللي متبعين حميه مخففين من 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 اللي ما تعرفش. فهذه بالنسبه للناس كلهم، مثلا بالنسبه للناس اللي عندهم زياده في الوزن، او بالنسبه للناس اللي عندهم كوليسترول خاصه الكوليسترول فينقصوا، لانه هذه الدهنيات هي مشبعه، فياكلوا مثلا الحوت او مثلا فواكه جافه اللي هذا قبيله الزيتون، فهذه كلها غنيه بدهنيات غير مشبعه بزاف انساتوري. طيب بالنسبه للنسرين عندها مشكل ديال الوزن الزائد مع العلم انه عندها فقر الدم وتحديدا في ماده الحديد. دونك فوالا، فقر الدم هي قالت واحد النقطه مهمه، هي انها جاتها ايموراجي من بعد الولاده. هذا طبيعي، فهي خطرت على نورمال تمشي تشوف الطبيبه ديالها او الطبيب، فيعطيها يعني الدواء ديال او سبليمونطاسيون اون فيغ، يعني يزيدها من نسبه الفيغ او الدواء ديال الحديد كما كنقولوا حنايا، باش كتزيد ترجع للمخزون ديالها ديال الحديد. تاكل اطعمه اللي غنيه بالحديد اللي قلنا ذاك المره، غالبا مثلا كل ما هي قطعني، كل ما هو لحوم حمراء، كل ما هو مثلا كبده، كل ما هو ديزابها، يعني فحال هاد المواد تحاول تاكل معاهم لا فيتامين سي دائما باش تزيد من استهلاك ديال الحديد او استعمال الجسم ديال هاد الحديد. وضروري يعني خصها شويه الوقت مع الوقت هذا. وبالنسبه للوزن راه باين، يعني قلنا لي كروند لين اللي خصها. طيب نمشيو باش نجاوبوا بسرعه لان الوقت ما بقاش فدوى. نجاوبوا ام لبنى فيما يخص العاده اللي هي متبعاها يوميا، كاس ديال الماء سخون مع عصير الحامض، كتاخذهم في كل صباح على الريق. على الريق هي غتاخذ عصير الحامض، علاش غدير معاه ماء سخون؟ لا هي غير باش نوضح لك فدوى، هي الغرض ديالها باش تنقص الوزن. يعني علاش غدير ماء سخون؟ فدير ماء عادي او دافي ودير معاه سيترون، يعني وتبدل يا اما سيترون باش يقول قبيله، يعني اما سيترون اما لي زورانج، يعني الليمون، واما البومبلوموس. البومبلوموس شويه كيجي مار وما تقدرش تاخذه لاصق، خاصه اذا كنت تتبع تريتمون دونك من احسن تتفاداه. دونك لي زورانج ما تزيدهمش السكر، وتحاول تاخذهم ما يكونوش عاود حلوين، يكونوا اللون ديالهم باهت شي شويه من الخارج، يكون باهت ما يكونوش اورانج فرونسي، انه كيكونوا حلوين هذوك. ولو سيترون تاوي اللي تقدر تبدلو، ولكن ما تزيدش فيه السكر. نعم، هذه حاجه طبيعيه. ومن طوم ما ديرش ما سخون، يعني تقدر تاخذهم مع الماء عادي ماشي ضروري الماء سخون. نعم. طيب نمشيو نجاوبوا فاطمه بالنسبه للمشكل عند الزوج ديالها، المشكل ديال لاغوت. نعم. مع الكوليسترول، فشنو النظام الغذائي هنا اللي يقدر يساعده؟ دونك لاغوت تيراسيد اوريك، يعني كيطلع عندها نسبه لاسيد اوريك عند الراجل ديالها، خاصها تبعد على كل ما هو لحوم. ما كنهضرش على الحوت، كنهضر على اللحوم. اللحوم الحمراء، الدجاج، لاباند، اتسيتيرا، فكل هاد الشيء انواع اللحوم. نعم، سواء الحمراء ولا البيضاء. نعم، تبعد عليهم. لا قدر ياخذ الراجل ديالها هو الحوت، لانه الحوت علاش؟ لانه فيه بزاف سيتيرا انساتوري اللي قلنا ما كيطلعوش من الكوليسترول، و او ميم طون مزيان بوغ لاغوت. باغ كونتر اللحوم الاخرين فهما فيهم لاسيد اوريك وفيهم دهنيات مشبعه اللي هما كاشي، ما كيبانوش في اللحم او فما كيبانوش ديريكتومون. فيحاول يتبعد على هاد المواد، يحيد كل ما هو لي فريتور مقليه في الزيت، يدير شويه لاكتيفيتي اذا كان ممكن. دائما لاسيد اوريك الحاجه اللي هي غنيه بالبروتينات يبعد عليها، فخاصه البروتينات دوريجين انيمال، من مصدر حيواني. نعم، كل ما هو زبده، كل ما هو حليب ينقص منه مشتقات الحليب. يعني خاصه اللحوم، خاصه اللحم الحمراء. اللحم ديال هذا هو اللي كتركزي عليه. نعم، واضح. شكرا لك الاخصائيه في التغذيه فدوى بلوك على كل التوضيحات والنصائح اللي عطيتيها لنا اليوم من خلال برنامج صحه وسلامه، الى فرصه مقبله بحول الله. حنا وصلنا لختام حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه، موعد جديد ان شاء الله غادي يجمعني مع كل الاوفياء في حلقه